البنات اهلا وسهلا الحبيبات ديالي خواتاتي الفنات والغزالات، مرحبا بكم فيديو جديد وشكرا لكم، شكرا لكم على التعليقات ديالكم وشكرا لكم على الكلام الزوين، لا سواء هنايا في اليوتيوب ولا سواء الناس اللي كيتقداو من عندي وكيصيفطوا ليا لي ميساج كيشكروا على السلعه اللي وصلاتهم. الحمد لله، اللهم لك الحمد، الله يجيبنا معكم في الصواب. ودائما كنقولها وكنعاودها، الخدمه اللي كتكون متقونه وديال المعقول فراه اكيد كتعجب الناس. الله يجيبنا معكم في الصواب. والكبيدات ديالي ومبدا معكم هذا الفيديو هذا من بعد الاقبال الكبير الحمد لله على البيجامات ديال صباح بيوتي شوب. البنات عجبوكم لا من ناحيه الصاله لا من ناحيه الخدمه لا من ناحيه الثوب، فبغيتو موديلات جداد. ها هما الكبيدات ديالي دائما مع المبره المطروزه، وهذه المبره البنات راها غزاله زوينه، لا الكاليتي ديال الثوب ديالها لا ديال الخدمه ديالها. البنات راه كاين التوصيل داخل المغرب وخارج المغرب، مرحبا بكم الطلبيات ديالكم، الناس ديال الجمله حتى هما اللي بغاو يعني ترزقوا الله فمرحبا بكم والف مرحبا. الجمله كتكون ابتداء من عشرات البياسات الفوق، كذلك البنات يعني ممكن تجمعوا لكم موم ديال اختكم بنت خالتكم بنت عمتكم، يعني عشرات البياسات الفوق كتحصلوا على الثمن ديال الجمله. الله يطرح لنا البركه في ذاك الربح القليل اللي كناخذه. الحمد لله الكبيدات ديالي، ونبدا معاكم البنات بهاد القفيطين هذا. شوفوا ليا الخدمه فيه كيف دايره، خدمه فيه واعره، شوفوا العنيق كيفاش كيجي، شوفوا الكميمات البنات، هذا مخدوم بالصم كامل. يعني قلت غادي ندير لكم هاد المره شي حاجه اللي شيك، شي حاجه اللي كلاس، شي حاجه اللي واعره، وهادو راه ماشي البنات غير ديال المناسبات وصافي، لا لا لهلا تكون شي مناسبه، انا المهم نلبس مع راساتي ونتقاد. وديما كنقولها لكم البنات في الفيديوهات ديالي، لبسوا تقادوا من بعد ما تساليوا شقاكم وتساليوا الروينه وسميتو، تقاد ليا مع راساتك وصايبي ليا الشعير وضري ليا بالحاله في دارك، وديري ليا شي بارفان زوين وشي لبسه زوينه، والله الا تحسي بواحد قمه المتعه، تحسي براسك شي حاجه واعره. ما تسنيش بنادم انك تمشي معروض عندو باش تباني ولا شي حاجه، لا لا لا، انا نبان راسي بانني زوينه اكثر انا كنديرو. تنسالي التصوير تنتقد مع راساتي تنتعاود وسميتو تيبان ليا راسي زوين تنفرح تنقول شي حاجه لي. انا المغربي ما خصبونا لا جواج لا حتى شي حاجه، نبقى مسطل مخي وزوينه مع راساتي. ما نديش عليا البنات راني مسطيها، كنبقى نضحك معاكم لحقاش نتوما خواتاتي وحباباتي وصحاباتي. كيف ما كتبغيو ليا الخير كتخليو ليا التعليقات الزوينه، داكشي علاش كنكون يعني بحال كنهضر مع اختي. والله العظيم البنات كنهضر معاكم عائلتي، فيكم خالاتي فيكم خواتاتي الله يحفظكم ليا. المهم كبيدات ديالي شوفوا ليا هاد اللوين هذا، وشوفوا حنايا الخدمه، انا نوريكم في الجناب ما كنديروش غير الفوق صافي. هاتوا هانتوما البنات كيفاش كتجي الخدمه ديالو. هذا الثمن ديالو 180 درهم البنات، 180 درهم توصيل داخل المغرب وخارج المغرب، واللي بغا تسكريني تسكرينيني زوينه الله يرحم ليكم الوالدين. كلشي شي لقطه عوجه فيها كنضحك معكم البنات. المهم سكريني واي حاجه بغيتوها، الالوان غادي ندوزهم لكم كاملين ان شاء الله في هذا الفيديو هذا، والثمن 180 درهم. خليو ليا في الواتساب اشنو اللي بغيتو وليه الطاي، ومرحبا بكم البنات. ندوزو دابا لوين اخر يا اختي، وعلى اللوينات وكيفاش كيجيو البنات، عرفتوا هادو لوينات كيحمقوا تبارك الله وما شاء الله على اللي غادي تلبسهم، غيجيو شي حاجه ديال الفريع شي حاجه واعره. شوفوا ليا الخدمه البنات كي دايره، يعني مطروزين طرزه كبيره، هادي ماشي طرزه صغيره ولا شي حاجه، طرزه كبيره البنات، موديل واعر. وشوفوا شوفوا البنات كيفاش كيجي، ودائما هذه راه الايفازي يعني ما تبين لك لا كريشه، هذه راه الطاي اللي انا لابسه الان، لان بزاف ديال البنات كيسولوا اشنو الطاي صباح اللي انت لابسه، انا البنات كنلبس الطاي ال وبعض المرات كنلبس الاكس ال. المهم هذه راه الطاي ال، هنايا العنق ديالها مجموع يعني ما يبقاش صدركم عريان ولا شي حاجه، هذه لا سواء المحجبات، يعني انايا كندير الخدمه للمحجبات وغير المحجبات، يعني اللي بغات تلبسها مرحبا والف مرحبا. هذا يبدا لها غير شي فولار بهذا اللون النحاسي، عرفتو خطيره هذا اللون هذا الزيتي البنات،
تيجي واعره انا حيت تنهز كمايمي دائما. الثمن 180 درهم الكبيدات ديالي، 180 درهم التوصيل داخل المغرب وخارج المغرب، ابتداء من 10 البياسات الفوق كتحصلوا على ثمن ديال الجمله الكبيدات ديالي. مرحبا بكم وبالطلبيات ديالكم، وندوزوا لوين اخر. حيدت من حدا الدروج جيت لحدا الباب. المهم شوفوا نقول لكم دائما العيالات صباحي بلا الغدا بلا تحرميات، دائما خدموا على ريوسكم. يعني انا شي حاجه ديال الحلال كنصيبها، شي طرف ديال الخبز، وبصراحه ما نكذبش عليكم البنات، لقيت راحتي بزاف في البيجاما، يعني اكثر من الجلابه اكثر من الحوايج الاخرين. علاش؟ لان داك الحب ديالي للشراوط فاش كنت صغيره كنت نضل نخربق منه ونخربق منه، فاش كبرت وليت حتى هي كنديرها. يعني كنحاول انني نقاد شي حاجه اللي زوينه كتعجبني انا الاولى، وعاده ديك الساعه كنعاود نصايب لكم موند يعني على حساب البيع. مهم شي حاجه شي ميدان الا بغيتو كان فيه واحد الحب ديال العمل فاكيد تتقنوا. المهم الكبيده ديالي هذا الموديل حتى هو يا لون كلاس واعر، شفتوا كيفاش كيجي؟ نفسو هذا لوين وغزال وزويون البنات. ياو كنفكر خاصنا الثوب ديالو حقاش كتكون، شوفو نقول لكم الحاجه اللي كتكون زوينه الحمد لله كيكون عليها اقبال. وفاش كنكون نصور الفيديو كنقول هذا الموديل طلع زوين، هذا الموديل يعني حتى انا كيعجبني الحال، والله كنفرح انني كندير شي حاجه زوينه. المهم هذا البنات هيايا بالطريزه هنايا لتحت، هذا اللون هذا الغوز بيبي، هذا زوين واعر واعر بزاف، هذا راه للعريسات للنفيسات للعيالات ديال الديور، يعني ما ترسي لي باطل مع راساتكم، يعني لون واعر البنات. 180 درهم ندوز لكم لوين اخر. هذا تبارك الله ما شاء الله البنات، يعني كاع اللوينات كلاس، كاع اللوينات زوينين، جات معاهم هاد الطرزه ديال الموديل ديال هاد الطرزه، هذا جا معاهم شي حاجه اللي كلاس وشي حاجه اللي زوينه، يعني الا خديتوها ما تحاشمكمش لا سواء كادو ولا سواء ليكم نتومايا، زوينه البنات. هذه هي نفس الطرزه لهنايا، شوفوا كيفاش كتجي، ولا سواء من هنا من التحت. ما تبين لكم حتى شي حاجه، ما تبينها لكم يعني هذا اللون، هذا لون موطارد، لون زويون بزاف، جا مع هذا الصم هذا اللي جا واعر كلاس، شي حاجه اللي زوينه معتبره البنات. اللوينات كيحمقوا، لون ينسيكم في لون. دائما الثمن 180 درهم توصل داخل المغرب وخارج المغرب، ونشوف لكم اللوين الاخر. والازرق الملكي البنات، الازرق الملكي اللي حبيب الكل وحبيب حبيب المتتبعات، لانه فعلا لوين زوين صراحه، كاع اللوينات غزالين. شوفوا الطرزه من هنا كيفاش كتجي، طريزه زوينه الايفازي البنات، يعني ما تخافوش منهم، طريزه بالصم هابطه حتى لتحت، قفيطين هماوي وقفيطين ديال الهمه وديال الشان، وبثمن اللي هو 180 درهم، ما تلقاوش في الاسواق البنات المبره اللي بهاد الكاليتي هذه. ما نقول لكم، المهم هي تهضر لكم على راسها وصافي. ها نتوما شوفوا ليا العنيق كيفاش كيجي، شي حاجه اللي زوينه، زرق ملكي البنات. بقى ليا الكحل، انا نوري لكم الكحل، غير هو راه فيه كونتيتي اللي محدوده جدا جدا جدا. انا خصني نقول الصلاه والسلام على رسول الله، الى جاي الى جا سيدنا محمد، الله معاه الجاي العالي. وي اختي 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 على القفاطين، على القفاطر وعلى الزيونات وعلى سواعر، والمشكله هو في كونتيتي محدوده، خصني ضروري هذا شي لوين عرفتو واعر تيحمق. شوفوا لي الكحل، شي حاجه دائما البنات كنحاول انني ندير لكم اللوينات اللي هما ديال التصطيه وزوينين بزاف، ودائما الثمن اللي يكون مرفوق على كل شيء، كل شيء يلبس، لا سواء اللي عنده لا سواء اللي ما عندوش، يعني كل شيء يلبس المبره والقفيطنات ديال هاد لوقيته هذه، يعني ديال دومي سيزون.
هادو وقت يتلبسوا كنخدموا بهم العام كامل، يعني البرد كامل كيتلبسوا فيه، لا برد لا لا ربيع لا، المهم زوينين هادو، زوينين 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 بزاف. الكويده ديالي 880 درهم، اللي بغات اي حاجه فمرحبا والف مرحبا، سكرينيو وصيفطوا ليا على الرقم اللي غيطلع لكم في الشاشه. مرحبا بكم بالطلبيه ديالكم، توصيل داخل المغرب وخارج المغرب. يلا كويده ديالي، بالسلامه عليكم، نتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله.